للمزيد حول إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الرئاسية، يطلعنا عليها كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري. يا كريم، مساء الخير، وماذا لديك معلومات حول إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الاستعداد الجارية لإجراء الانتخابات الرئاسية؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من قاعة المؤتمرات في مدينة نصر، حيث عقد المؤتمر الصحفي الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات هذا المؤتمر للإعلان عن الاستعدادات الخاصة بهذا الاستحقاق الدستوري عام 2024. هذا المؤتمر تم تناول فيه عدد من اللوجستيات المختلفة التي تم تجهيزها خلال الفترة السابقة لهذه الانتخابات وهذا الاستحقاق الدستوري. من أهم هذه الاستعدادات هي استعدادات المقرات الخاصة بالانتخابات الرئاسية والمراكز الانتخابية، وعددها يصل إلى 10,085 مركز انتخابي على مستوى الجمهورية. أيضا لوجستيات أخرى خاصة بهذه الانتخابات، هذه اللوجستيات من الحبر الفسفوري واستعداد بيوتجهيز الكمية الكافية من الحبر الفسفوري، أيضا بالإضافة لذلك صناديق الاقتراع وتجهيز وجاهزية صناديق الاقتراع، أيضا السواتر التي تكون بين الناخبين خلال الاقتراع السري المباشر في المراكز الانتخابية المختلفة. هذه أيضا نقطة تعد ضمن خطة كاملة للانتخابات الرئاسية 2024. أيضا تم توجيه الدعوة لوسائل الإعلام المحلية والدولية بسرعة قيد المراسلين والصحفيين الذين سيشاركون في هذه الانتخابات وتغطية هذه الانتخابات، بالإضافة أيضا للمنظمات التي ستتابع الانتخابات الرئاسية من منظمات محلية أو حتى منظمات دولية بسرعة أيضا تقديم طلبات متابعة هذه الانتخابات على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات. أيضا سيكون هناك دعوات دبلوماسية بعد دعوة الناخبين المصريين للمشاركة في العملية الانتخابية، دعوات دبلوماسية للهيئات الانتخابية في البلاد الصديقة والبلاد الأخرى لمتابعة الانتخابات الرئاسية. هناك عدة وسائل للتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق الناخبين وغير الناخبين، منها الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات، أيضا أرقام 141، وأيضا وسائل أخرى للتواصل عن طريق هذه الوسائل لمعرفة أماكن الاقتراع وأيضا لمعرفة أيضا آليات وطرق الاقتراع السري المباشر. إضافة لذلك أيضا تم توجيه رسالة كافة لجميع وسائل الإعلام المحلية والدولية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين سيخوضون هذه التجربة وهذه المسابقة الرئاسية والاستحقاق الدستوري بالوقوف على مسافة واحدة، وأيضا عدم أخذ أي معلومات عن الهيئة الوطنية للانتخابات إما من الوسائل الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات، الموقع الرسمي، الصفحة الرسمية، أو الجرائد الرسمية التي تم الإعلان عنها اليوم مثل الجريدة الرسمية الأهرام أو حتى أخبار اليوم. هذه كانت ربما نظرة عامة عن أهم البنود التي تم تناولها في الاستعدادات الخاصة بانتخابات الرئاسية 2024، وسيتم الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات في 25 من سبتمبر أي الشهر الجاري. عن طريق هذا الجدول سيتم تحديد المواعيد الخاصة بالانتخابات الرئاسية.